أجواء رائعة، خصوصا الجمهور الرجاء البيضاوي اللي عطى واحد الطابق جميل وحضر المباراة رغم أن البعد المسافة. فتنشكرو من هذا المنبر في التنقل ديالو والمحنة ديالو باش يساند الفريق ديالو. فاليوم خيبة أمل كنا باش عازمين باش نحققوا 3 نقاط يعني باش نهدوا هذا الجمهور اللي تنقل. فهذه كرة القدم، تنتمنى نساو هذه المباراة ونفكروا في المباراة الجاية إن شاء الله. شكرا.